أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قال
النبي
كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان الله بما تعملون بصيرا.
وبلغت القلوب الحماجر وتظنون بالله الظنونا مثل آثارها
يَوْمَ
اتقوا الله.